الثقة الجزائرية. اليوم وجهتنا راح تكون هنا غرب العاصمة، من بعدوش بزاف. يا مع حومتي وسيلة من بشي بعد الفاصل. وسيلة صباح الخير يوسف، صباح الخير مصطفى، صباح الخير للجمهور الكريم. أهلا بكم في ركن حومتي كالعادة، أو في هذا الركن ألقاكم اليوم. الفترة اللي فاتت لا تتذكر كنا في بسكرة، رحنا لطولقة. نعم رحنا لطولقة، هذا مع التمور، تحدثنا على مدينة بسكرة ثم ذهبنا إلى طولقة، ومن بعدها راح نطلعوا من بسكرة نجيو، بصح ما نجيوش وحدنا، سنأتي مع قبيلة عريقة جات من بسكرة كي تحط الرحال غرب العاصمة. طبعا هذه المنطقة اللي باسمها دواودة. اليوم نروحوا لدواودة عفوا، اللي كما قلت يوسف تقع غرب العاصمة، وهي بلدية تابعة لولاية تيبازا، تقع شمال شرق تيبازا على بعد 36 كيلو، وتقع على بعد 33 كيلو من الجنوب الغربي للعاصمة. يمكن قريبة العاصمة أكثر، ممكن نعتبرها بوابة ولاية تيبازا. نعم هي البوابة، لما تدخل تيبازا أول شيء تدخل له هي دواودة. دواودة وهي تقع على ارتفاع 110 متر من سطح البحر، بنيت على ضفاف نهر مزفران، وأسس هي عندها طابع فلاحي، زمان كانت معروفة حتى الآن ما زال عندها طابع صالحة للزراعة والزراعية. نعم لأن عندنا دواودة البحرية وعندنا دواودة المدينة، ودواودة المدينة صحيح ربما عمرت فيها الكثير من البنايات، لكن دواودة البحرية حافظت على أراضيها الفلاحية رغم أن عندها طابع استجمامي. وطبعا أسست عام 1843، وهذا التاريخ سنوات بعد سقوط معاهدة التفنة سنة 1839. قبل ما ندخلوا في التاريخ نكملوا في الجغرافيا، ولما نقول مزفران، واد مزفران يمثل الحد الجغرافي الفاصل بين ولايتي الجزائر وتيبازا، الجزائر العاصمة، ويسمى مزفران نسبة إلى اصفرار لونه الذي يشبه ماء الزعفران. زمان واد لهذا يقول لك واد زعفران يعني مزفران، ثم حرفت التسمية لأن كما قلت بكري كانوا يصيدوا فيه الحوت وكان لونه أصفر، لكن مع الوقت والتلوث وغيرها تغير لونه، ما قعدش لونه كما لإخذاء التسمية تاعو. أنا كنت دائما تشد انتباهي في ذاك الواد أنه كان فيه قارب صيد كما نقولوا نص غارق ونص فوق الماء، كانوا ديكور يعني فذاك. نعم ديكور جميل قديم، قديم ذاك صحيح، اللي كانت بكري معروفة بالأسماك حتى الآن، معروفة بالأسماك وصيد الأسماك في هذاك الواد، لأنه مجراه على بعد 20 كيلو تصور كيلومتر، ويتكون من ثلاث أودية، عندنا الواد تاع بالرومي والجر وعندنا تاع الشلف، ويصب طبعا في البحر الأبيض المتوسط بين بلديتي دواودة وزيرالدا. والتسمية كما قلت لك تحدثت على قبيلة اللي جات من بسكرة، لأنه السكان الأصليين هم عبارة عن قبيلة ذواودة، كانوا يسميوها بكري ذواودة، لأن الفرنسيين حرفوا التسمية لأنه ما عندهمش في اللغة الفرنسية ذال، استبدلوها بالدال ولا ويكتبوها الدواودة، لأنه كل واحد من القبيلة تاع ذواودة يسميوه الدوادي ولا الذوادي، وكي تجمعهم يوليو ذواودة. يعني أصل هذه المنطقة لذواودة كانت تسكنها قبيلة جات من بسكرة، لكن مع دخول الاستعمار الفرنسي قاموا بإرغامهم على عقد معاهدة إذعان وطردهم من هناك. طردهم من هناك، قبل ما ندخل في التفاصيل فقط أنه التسمية الأصلية، لأنه السكان تاع ذواودة يصرون على أنه التسمية نسبة إلى هذه القبيلة اللي راهي ماشي بعيدة بزاف، واحد 2 كيلومتر قريب لزيرالدا. أنا ما ندخلش في التفاصيل التاريخية، عندنا روبورتاج نشوفوه نكملوا في نعدوا نقولوا التفاصيل. نعم نتحدثوا أكثر. يلا روبورتاج من توقيع الزميل أحمد معاش ونرجع لكم. أطلت كاميرا حومتنا هذا الصباح على ضاحية أخرى من ضواحي العاصمة، وهي مدينة من مدن تيبازا الساحلية، بلدية دواودة. تقع المدينة غرب العاصمة على ضفاف نهر مازفران، ويعود تأسيس المدينة إلى عام 1843،
الدوودة لغة هي جمع لكلمة الدوودي، وهي الاسم العائلي لكل فرد من أفراد القبيلة التي سكنت المكان، وفيها قبة سيدي الدوادي كمعلم تاريخي وشاهد على تاريخ المنطقة. دوودة سكن وسكان، طيبة أهلها وبساطتهم وعفويتهم تدفعك إلى الاستماع إليهم وهم يحكون عن حومتهم بكل فرح وسرور. مرحبا وسهلا بكم، رابطك لي في الطلاق بالدواد، على ذلك اسمه دواد. وزيد قول لي وحب نقول لك. من وين ساكن أنت؟ أنا يا، أنا من هنايا. وقول لي واش من عم زايد؟ واش من عم؟ 1930. وقت اللي فرنسا دارت الاحتفال تاع عم ياسين عندها بزيد فرنسا، هذاك العام زرت أنايا. نعم، زمان كان حلوة. كيفاش يعني حاجة قليلة وكان حلوة معاها. كانت المحبة والخوة. وكانت لابوهوكي ماشي خدمة. اهلا بكم في بلديه الدوده في حومتنا. على كل حال شرفتونا بالحضور تاعكم هنايا، ويعني هذا الشيء هذا يخرج شويه بلديه الدوده من النسيان. وهنا راكم في ساحه عماري محمد، الشهيد عماري محمد. الدوده انا كاين كل واحد كيفاش يتكلم، كاين اللي يقول لك الداء الدوده يحب يقول الداء والدواء، وكل اللي يقول لك كاين واحد الوالي هنا لتحت يقولوا له سيدي الدوادي. الله، كاين اللي يقول لك سماوه عليه الدواوده سيدي الدوادي، والله اعلم. ما بين هذ الزوج الاغلبيه تاع الناس يهضروا هكذا. انا راني زايد هنا في دوده، راني عن شهر على شهرين نقبل 65 سنه، يعني باش نقول لك باللي يعني هكذا نسمع من البكري يقولوا هكذا. كما تشتهر المنطقه بمدرسه جميله ذات الطراز المعماري الإسلامي، والتي يعود تاريخها إلى بداية القرن العشرين، ودون أن ننسى مكتبة البلدية التي كانت مبنى قديم لكنيسة شيدت عام 1852، وهي اليوم مكتبة تحوي زخم من الكتب في الأدب وفي الفلسفة والتاريخ. وعلى ذكر التاريخ، تحكي الرواية عن مقطع خيرة، وهو عبارة عن طريق كانت تسطو فيه امرأة تحمل هذا الاسم، كانت توقف عابري السبيل وتقوم بتجريدهم من ممتلكاتهم. فهناك العديد من الروايات عنها، ولكن حاولنا أخذ الحكاية على لسان الباحثين الشباب فله ما يقوله عنها. تشتهر كذلك مدينة الدوودة بمقطع خيرة الذي يعرفه العامة خاصة العاصميون، وهي عبارة عن ممر كانت تسطو فيه امرأة على المارة وتجردهم من ممتلكاتهم. وحدث هذا في زمن بعيد، حتى يعني قبل وصول المعمر الفرنسي. هذه المدينة بسحرها وجمالها، وهذا نهرها الذي يصب في البحر، نهر مازافران، وسمي كذلك لتشابه إصفرار مياهه بلون ماء الزعفران. فسحر المدينة ومدينة السحر الدوودة تبقى واعدة لأهلها ولزائريها. كانت هذه جولة في الدوودة مع زميلنا أحمد معاش، نشكره على هذا الريبورتاج. يعني نعم، نشكره أحمد معاش لأنه دينا في التاريخ ودانا في الدوودة الحالية. ممكن الصور، لأنه الصور أبلغ من الكلمات. ولهذا نشكر أحمد معاش على هذا الريبورتاج. أكيد أنه صح الصور أبلغ من الكلمة، لكن هي الدوودة حالية، الحالية اللي معروفة حاليا، الناس راهي تدوز عليها وتعرفها كيفاش يعني. كما قالوا راهي دايره، عندها تاريخ تاعها، عنده تاريخ خاص. وتوقفت في نقطة مهمة جدا في التسمية، علاش؟ لأنه ناس دواودة، لأنه بعض المراجع الفرنسية ترجع، لأنها باش تمحي تاريخ تاع دواودة، قالت لك التسمية تعود إلى أن هناك والي صالح واسمه سيدي الدوادي، وقام بشفاء أنثى
الفرس اللي هي كما يسميوها بالدرجة العودة، وكان يجمع مجموعة من الحشائش من الربوة التي التي تطل على الدوودة وسموها دواء عودة، يعني الدواء تاع العودة، لأن من هذوك الحشائش، وهذه وردت في المراجع الفرنسية. لكن الباحث في هذا المجال اللي هو أحمد كريم لبش نوجه له تحية خاصة، لأنه كتب كتاب على الدوودة وعلى فوكا وغيرها من بلديات الساحل الجزائري، قال أنه هذه بعيدة عن الصحة. الأساس أنه هي قبيلة قادمة من بسكرة وحطت الرحال في أستاذ زومي لو يقترح، قال لك لما لا في واحد من الأعداد إن شاء الله في برنامج صباح الخير يكون حضر معنا. نعم هو حضر معنا في لما تحدثنا على بمناسبة خروج كتابه عن شراقة وعن دالي إبراهيم وغيرها، وأيضا وهو دائما يقدم مساعدات، وأخيرا مؤخرا فقط خرج الكتاب تاعه جديد اللي هو اسمه أعتقد مونوغرافيا، حول مونوغرافيا تاع المونوغرافيا القليعة ودوودة البحرية، فوكا وفوكا البحرية، وهذه يعني يلقي يروح بينا للتاريخ والجغرافيا وغيرها. كما قلت لك إن شاء الله حيكون معنا في عدد آخر إن شاء الله من صباح الخير للحديث عن مختلف المناطق الرائعة في الساحل الجزائري، ودار بحث معمق وأيضا ميداني، ما اكتفاش فقط بالمراجع ولكن شاف وراح وشاف الناس والكبار اللي عاشوا في دوودة أيضا. ونذكر أيضا نقطة مهمة جدا، أنه فرنسا كما قلت لك مقبلات كانت حابة تعاقب هذه القبيلة لأن أغلب أفرادها شاركوا في مقاومة الأمير عبد القادر. بعد سقوط معاهدة التافنة قامت بطردهم إلى بعيدا من خلال معاهد إذعان باش ما يسكنوش في هذه المنطقة، ومنحتها لسبعين عائلة استقدمتها من بلفور أقصى شرق فرنسا، ومنحتهم 807 هكتار. تصور 807 هكتار، يعني واحد عملية حسابية بسيطة، واحد أكثر من 10 هكتارات للعائلة الواحدة على حساب السكان الأصليين. إذن دوودة هي بصفة عامة حبيت نركز على هذه النقطة، لأنه دوودة ماشي كما تذكر المراجع الفرنسية، وإنما هي ملك لقبيلة جزائرية جات من بسكرة وفيها أراضي خصبة. وربما زميلنا أحمد معاش ما كانش عنده الوقت باش يزور، لأن دوودة عريقة ما قدرش يروح لدوودة مارين ولا دوودة البحرية، لأنه حتى دوودة البحرية عندها الشهرة تاعها خاصة في الصيف، لأنها بالدرجة الكبرى هي معروفة كما كنا نتحدث عن المثلجات وعلى الشواء أيضا، لأنك من عشاق الحوت وأيضا طائر سمان اللي يحبوا بزاف طائر سمان يروحوا لدوودة ويقدروا يأكلوا أطباق رائعة من الشواء ومختلف المشويات. إذا هذا بالنسبة عندهم أيضا مقام مازال حد الآن مقام سيدي الدوادي، وقدامه مغارة، تلك المغارة يقال أنه كان يعتكف فيها، ما هيش كبيرة، ومع أيضا المقام أحيانا النسوة يحبوا يستبركوا به ويروحوا لهذاك المقام. وعندنا أيضا كما تابعنا في الروبورتاج مدرسة عندها طابع موريسكي قديم جدا، وفي وادي مازفران كانت أيضا كما تحدثت عن الحوت كان هناك حاضرة لتربية الأسماك والطيور، لكن للأسف اختفت، كانت من 1972 حتى 2005. وأيضا عرفت الدوودة مقطع خيرة الرواية الشعبية تقول لك مقطع خيرة، مقطع خيرة تقول لك أنه كانت هناك امرأة تسطو على المارة وتجردهم من ممتلكاتهم. هي امرأة؟ نعم، امرأة على رأس عصابة. وبالتالي احتفظ المكان باسمها، وحتى الروايات الشعبية تروي عنها الكثير من الحكايات. لكن الآن ما كاش بالعكس، الآن أصبحت مكان حي أيضا لعشاق اللحم الديك الرومي، طبعا ما عندوش مكان آخر غير مقطع خيرة أنه يروح يشريته، وما كاش خيرة يعني هذيك اللي تقاطع الناس، يعني عاد غير المكان، يعني عاد المكان احتفظ فقط باسمها، واحتفظ بالمخيلة الشعبية بالحكايات التي تروى عن هذه المرأة. وأيضا المنطقة كانت معروفة بالنعام، كانت هناك حاضرة لتربية النعام بكري، كانوا حتى الشيوخ اللي كانوا تما يحكيوا لك على تربية النعام، حتى أنه البيض اللي كانوا يحطوا النعام، كان ذكرنا بهذه المعلومة أحمد كريم لبش الأستاذ اللي عنده الكتاب حول الدوودة، يقول أنه كانت البيضة تصدر إلى الخارج وكان وزنها كيلو ونص، حوالي كيلو ونص إلى يعني حجمها كبير، حجمها كبير. وأيضا كان يستغل ريش النعام ويتم تصديره إلى الخارج، وكانت هذه المنطقة يعيطوا لها حوش النعام، لكن هذا الحوش إضمحل
ما كانش بقى فقط في المخيلة الشعبية والتسمية. نعم والتسمية فقط. أعتقد أنه هذا بالنسبة للدوودة بشكل عام. وكان دوودة البحرية كان يعني دوودة كان دوودة البحرية كما قلنا المطلع على البحر. وكان ممكن يعني دوودة بشكل عام وين أراضي زراعية وغيرها هي يعني في الدوودة البحرية يوسف لأنه عندنا المدينة كان تقسيم للمجتمع كان المجتمع يهتم بكل ما هو زراعة وغيرها كان المجتمع يهتم بكل ما هو ما أنه مطلع على البحر الصيد وغيرها. نعم لأنه تقع في موقع مهم جدا كما قلت مقبلات نتاع البوابة تاع تيبازا المدخلو أول شيء نصيبه دوودة. ودوودة مقسمة إلى قسمين دوودة البحرية والدوودة المدينة. ودوودة البحرية هي مدينة ثانوية أو فرعية تابعة للدوودة وتقع بين زيرالدا فوكا والقليعة. هذا الشريط الساحلي معروف بالأسماك وغيرها هو شريط ساحلي ثري وعنده نظرة جميلة أيضا وعندها أحياء منها الحي الجديد وعندنا أيضا الحي الجديد وأيضا يقع على قمة الهضبة. أما أسفلها فنجد حي الزيتون. حي الزيتون عنده هندسة معمارية جميلة وفيه الكثير من الفيلات الجميلة والرائعة اللي عندها تحف معمارية رائعة. وما نسوا الشط تاع العقيد عباس في في فوكا عفوا مش فوكا دوودة البحرية دوودة. نعم هو أيضا يكون في دخلة تاع نعم تعج بحركة المصطفين من زمان ومعروف أيضا المحلات تاعو ليلا تنشط من خلال أطباق الشواء التي يقدمها المحلات هناك وأيضا المثلجات وطائر سمان خاصة وحتى الأرانب اللي عشاق لحم الأرانب أيضا يقدر يصيد ظالته هناك في دوودة. تعطيك صحة وسيلة على كل هذه المعلومات. فقط بذكرك دوودة هناك يعني إهداء صغير مع الناس المشاوش إلى عائلة شعبان بالخصوص عمي عزوز أو عمي عزيوز لتمنى له الشفاء العاجل إن شاء الله الشفاء له ولكل مرضى الجزائر وأيضا تحية خاصة لعائلة بيتيوي هكذا عائلة بيتيوي نحييهم وحييكم أنتم مشاهدين راكم تتابعونا. ونسيمة كانت وعدتنا بطبق تاع طائر سمان نجيبوا لهنا ونشويوه مع الشيف ياسين إن شاء الله إن شاء الله لما لا مع الشيف ياسين نديروا شويه اللي يحب طائر سمان طبعا هو لذيذ ظل أنه يحب سمان هو لذيذ لذيذ وغير مؤذي أيضا ما فيش الكوليسترول بزاف بالفعل بالفعل عندك صحة وسيلة. شكرا جزيلا نلتقي الأسبوع القادم في أحياء أخرى وأحياء الجزائر كثيرة ورائعة وتستحق حقا الاكتشاف. نقول شكرا جزيلا للأستاذ أحمد كريم لبش اللي عيا بزاف الكتب تاعو كما نقولوا بالوسائل تاعو الخاصة دار بحث ميداني رائع. نقولوا يعطيك الصحة لي يعطيك الصحة له ولكل من يريد أن يؤرخ وأن يحتفظ بالتراث الوطني الجزائري. كنا تحدثنا على دوودة تحدثنا على أنها منطقة مطلة على البحر وتحدثنا أنه أيضا بها أراضي فلاحية هذه الأراضي اللي يخدموها مختلف الفلاحين في غالبية الأحيان يحتاجوا في دعمهم لممارسة مهنة الفلاحة الخاصة بهم إلى قروض فلاحية. هذه القروض الفلاحية اللي ممكن يتهم العديد من المشاهدين حابين تعرفوا عليها أكثر هي في الروبورتاج من توقيع الزميلة فاطمة الزهراء مساوي. تابعوا معنا.